يا الله فين حطيتهم فين؟ يا الله نسيت. اسقك فنجان قهوة واعمل لك تبولة اه منك يا غزيل اه يا غزيل يا غزيل اه يا غزيل يا غزيل. صباح الخير. صباح النور يا هلا ومية هلا. عفوا لو سمحت هذه الاوراق تحتاج توقيع حضرتك. تفضل. حبيبي بعد يراد لك فرة طويلة عريضة لا توصل يمي. اصعد مكتب استاذ غسان طابق الثامن مكتب رقم 3 وقع ارجع لي حتى دليك وين تروح. يلا حبيبي. بس انا لي ساعة واقف على الدور. شنو؟ ساعة واقف على الدور. شو اسوي لك؟ يلا توكل. معقول؟ هي زعلان زعلانة مني انا؟ هي قالت لي؟ ليه؟ طب خلص انا بحكيها ليك حياتي شو فيه اذا الصوره مش ظابطه لغيرها. ايه ليك شاري شو طابخين يا برا؟ قولي اقصف عمرك فطيتي لي رايلتي. بس انه انا عامله دايت بدك تفكتي لي الدايت؟ طب خلص سافا اوكي بس ليك كثروا الدهنات لانه مش طيب بلا دهن. ايه اوكي ما تنسي تقولي لذكريات وغفران لانه عن جد اشتقت لهم. اوكي اوكي باي يا عمري باي. وهذا توقيع الاستاذ غسان. تفضل. ممتاز. هسه تروح تحط لها طوابع للبنايه الثانيه الطابق السابع. طب ما في في هالبنايه طوابع يعني؟ لا ماكو. بس البنايه الثانيه بعيده. وش تريد حبيبي؟ اشغل لك سيارتي واجي اوصلك؟ واذا ما عجبك اكو هنا مكتب تاجير سيارات هنا قريب اجر لك سياره. لا اعوذ بالله بس انا ما كان قصدي كذا. لا حبيبي تدلل. يلا لك يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. نماذج من الصباحيات. واو شو هالفستان بعقد بتجنني مثل القمر طالعه. ولي عم شو بلا ذوق لك هيدا شو هيدا هيدا فستان وينك يا نبيلة تشوفي ملا فستان. وهذا حطي الطوابع. تفضل. هسه وين تروح؟ وين؟ المكتب الآنسة سيرين. ها؟ منو؟ مكتب الآنسة سيرين. ها. بالطابق الثاني. آخر ممر آخر غرفة على يدك اليسرى. حاضر. ماشي؟ إن شاء الله. توقع يمها وترجع لي. حاضر. يلا حبيبي. آنسة سيرين؟ آه. حضرتك الآنسة سيرين؟ إيه. بعتني لك الأستاذ أيمن عشان توقعي له هذا أوراق. قلت لي استاذ ايمن؟ ايه روح عند استاذ ايمن سلم لي عليه وقول له شكله نسي التعليمات الجديده لازم توقيعه قبل توقيعي. طب عفوا لو سمحتي ما فيك توقعي لا توقيع بسيط. لا
القانون فوق كل شيء. حاضر حاضر. أستاذ أيمن بتسلم عليك الآن سيرين وبتقول لك لازم توقيعك قبل توقيعها. إيش قالت؟ توقيعك قبل توقيعها. شنو؟ توقيعك قبل توقيعها. تامت القبلها. تسلم عليك. خلاص حبيبي خلاص خلاص. ترجع الآن سيرين. قول أستاذ أيمن يقول عليكم السلام. بس هو زعلان منك هواي. حاضر. إيه يلا روح له. جيبها هاي روح. أستاذ سيرين. أستاذ أيمن بيقول لك الله يسلمك بس هو زعلان منك شوي. زعلان مني أنا؟ طب كلهم بيزعلوا مني طب ليه؟ شو دريني؟ ليه؟ شو عرفني؟ ليه؟ روح أسألهم؟ ليه؟ روح اسألوا ليه زعلان مني أنا ليه؟ روح. ماشي ماشي حاضر حاضر. أستاذ أيمن بتقول لك أستاذ أنسة سيرين ليه زعلان مني؟ أنا زعلان منها؟ إيه إيه قولها ليش البارحة طلعت من وقت وما انتظرتني أوصلها؟ روح قولها يلا. ماشي ماشي. أنسة سيرين بقول لك أستاذ أيمن البارحة رحت بدري وما خليت يوصلك. يا ليش حمار؟ ليه؟ لأنه بغار. نروح لعم أستاذ أيمن قال له إنه خيي هو اللي وصلني امبارح. ماشي ماشي. ها إيش قالت لك؟ حمار حمار. ليش حمار؟ لأنك بتغار. لأنه غار؟ بعد ايش قالت لك؟ اخوها جاء وصلها البارحه. اخوها وصلها البارحه؟ ايه حبيبي روح قولها استاذ ايمن يقول تحبيني؟ يلا فدوه ولا تخاف على الورقه هاي يمك كل شيء يمي. انسى سيرين بيقول لك استاذ ايمن بتحبيه؟ ردي بتحبيه؟ ماشي ماشي. ها شبيك؟ ها تحبني؟ اني هلا هاك حبيبي. طيب هاي الوردة أقول أستاذ أيمن يقول تزوجيني؟ يلا فدوى لعينك روح توكل يمي يمي ما عليك. استوعشت لك هسه سيرين هسه سيرين بيقول لك أستاذ أيمن ميل يا خزيل. أوه يا خزيل ميل